تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين فعاليات رياضية، مسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. للمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في مهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الفعاليات لا تتوقف على مدار الأيام، يعني هذه الفعاليات مستمرة حتى 26 من أغسطس، ولكن تتنوع هذه الفعاليات كما ذكرتم من حفلات غنائية وحفلات موسيقية وأيضا عدد من النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية. إذا تحدثنا عن أهم مدار أو حدث خلال هذه الأيام اليومين السابقان أو حتى الأيام القادمة، نتحدث عن عدد من الحفلات الغنائية التي يعني شهدت زخما كبيرا وأعدادا كبيرة جاءت مخصوصا لهذه الحفلات الغنائية، سواء للفنان بهاء سلطان أو كارول سماحة أو فرقة مسار إجباري أو حتى الموسيقار العالمي عمر خيرت. ولكن أيضا بجانب هذه الحفلات الموسيقية شهدت مدينة العالمين الجديدة أيضا عرض أزياء، هذا عرض الأزياء العالمي وأيضا عربي مصري، عرض يضم أكثر من 70 مصمم أزياء عربي ومصري شاركوا ضمن هذا العرض. وأيضا واحد من أحد أهم المصممين الأزياء في العالم هو مايكل سينكو، وهو يشارك في هذه النسخة لأول مرة في مصر على أمل أن يطلق التصميم الخاص به خصيصا في مصر، وكان هذا العرض على شكل الحضارة المصرية القديمة، عرض الأزياء. هذه النقطة. النقطة الأخرى كانت متعلقة بالنشاطات الرياضية والسباق الثلاثي الذي أقيم أمس، وأول أمس هذا السباق الثلاثي شارك فيه عدد كبير من الجنسيات، مصريين وغير مصريين جاءوا وشاهدوا العالمين الجديدة وكانوا لأول مرة يأتوا للعالمين الجديدة وشاركوا في السباحة والركض وأيضا ركوب الدراجات المختلفة. لذلك كانت أيضا لها صدى واسع ضمن الرياضيين خصوصا في ظل يعني طبيعة مدينة العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا جذبت هذه النشاطات المختلفة خلال الأيام السابقة عدد آخر من البطولات ليتم إقامتها هنا في مدينة العالمين الجديدة، على سبيل المثال بطولة جودو أيضا عالمية ستقام هذا الأسبوع يوم الثلاثاء القادم، ستبدأ هنا في مدينة العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا هو مهرجان ثقافي وفني وغنائي وترفيهي، هناك أيضا مهرجان الدراما المصرية الذي سيقام أيضا في مدينة العالمين الجديدة. اليوم مؤتمر صحفي خاص لهذا المهرجان ليتم الإعلان عن تفاصيله، وخلال الأيام القادمة سيتم بداية هذا المهرجان في مدينة العالمين الجديدة، وهو الذي أيضا يناقش الهوية المصرية وأيضا الدراما المصرية وكيف تغيرت وتحولت خلال العقود الماضية وصولا إلى الآن، وكيف كان لها تأثير بشكل عام في مصر والشرق الأوسط. لذلك حضور كبير من المصريين وغير المصريين في هذا المهرجان الذي يناقش ملفات عديدة، ويشارك فيه أيضا الكثير من الفنانين والرموز والممثلين وغيرهم أيضا. بالإضافة لذلك وجود مواطنين مصري متواجدين هنا ليشاركوا كل هذه الفعاليات، وأيضا من الأجانب من الدول العربية والدول الأجنبية الأخرى هنا في مدينة العالمين الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، كنت معنا من العالمين الجديدة.